السلام ورحمة الله. شنو اللي كتصيب هنا؟ العصير. العصير هو ديال العصير هنا ولا لا؟ ها هو. هو هذاك العصير. هذا التفاح والبنان والتمر. هذا فرنشي الليمون والبنان والتفاح والفريز. هذا البربر والليمون. هذا ليمون وخيزو. كاينش في الأقبال؟ وشوية الله يجعل البركة. من عناق شبعة. هذاك الشيء اللي توصل دابا ما شاء الله مادام. ايه ضروري. هو. ها هو كاين يقبل عليه و الله حنا ما عرفناش ايوا المعقول حنا ما عرفناش شنو الاصل ديالك منين الرشيديه من ايميل شي اول ما كنت تلميذ ولا لا تنجي من رمضان لا ماشي بزاف لا عكري انا شنو كاين هنا عصير فريغو هذا فريغو شحال تقريبا كبيره 5 لتر بحالاش العصير اللي كدير العصير بحالاش زعما كندير باناشي والبربه والليمون خزو والليمون على حساب 3 درهم باش كنبيع الكاس على حساب كنكون وي شي كاس نشوفو شوفو المشاهد شحال كاس شي كاس 3 درهم باش كنبيع هذا دابا شنو باناشي هذا باناشي فيه خمسة الحوايج شنو هما خزو الليمون التفاح البنان الفريز كل حاجه كدير فيه واحد القياس السنه دي والماء كاين شويه قبال رجع البركه تما في هذه البلاصه لا تندور كندور كندور ما كنبغاش في البلاصه شحال بعتي دابا تقريبا والله اعلم والله ما تنحسب لا اللي جا على بسم الله ان شاء الله رمضان ان شاء الله غيدخل بالسلامه والصحه وضروري ياخذوا الناس ضروري 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 واحسن الطبيعه اللي كندير ما كندير لا شاصيه لا فانيلا حتى حاجه ديال الغبره اللي هو ممنوع من نهار راشي شهر ونص هذه باش خدمتينا ما حلفتي راه ماشي حلفتي هذه الحلفه ديالك اصليه شي فور شايفور ما خدمتش كتمشي الحادفه؟ لا في المشاكل بزاف في المشاكل وهذا الشيء ديال المهنيه وشايفور متهم بكل شيء ما عنده قيمه وهو الاساس ديال كل شيء والشايفور مشى رجع 20 طون غادي من اكادير البركاني كي غيدير هذا يموت بالنسبه للمناطق اللي كتمشي لهم المغرب كامل تقريبا كنت خدام في البال خدام في الخضره خدام في الرحاله خدام ما خليت ما خدمت ولكن هذه احسن من الشيفور شيفور امين الشيفور ما عنده لا قيمه لا من جهه المشاكل مسؤول مات مسؤول شي حاجه في هذه المنطقه المهنيه وسقوا لعيب الله 4200 كي غيدير واحد اللي ما خدامش منين يجبدها خلى عليك اللي كاري وعنده الدراري وعنده المصاريف وهذاك البير واش هو كيترزق كي غيدير هذا السيد هذا وشحال باش خدام وموراه الحساب هو يقول لك مسؤول اش من مسؤول الله يجعل البركه هذه احسن من الشيفور الشيفور ما عنده لا ما بقى لا خدمه لا قيمه الا انت مخلويض راه غادي دير راس مال كنتي بالمعقول لا طولتي الله يدير الله يدير تاول الخير شكرا شكرا